اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. طبعا مشكله الكرش بقى من اكتر المشاكل اللي بتضايق الناس. اول حاجه ان هو بيبقى منظره وحش جدا، تاني حاجه انه حتى لو احنا حاولنا ان احنا نخس ونعمل رياضه ونعمل تمارين برضو بنلاقي ان الكرش من اقل الاماكن اللي بتنزل وبيبقى منظره وحش جدا. ده غير انه اصلا في ناس يعني مش زياده في الوزن وبرضو عندهم كرش. النهارده جايبين وصفه رائعه، اول حاجه صحيه جدا، مكوناتها بسيطه وطريقه عملها بسيطه، لو التزمنا عليها وشربناها من اول اسبوع هتلاقوا نتيجه رائعه جدا وهتلاقوا فرق ملحوظ في المقاسات وفي الكرش. خليكوا معايا، سجلوا الوصفه وسجلوا المكونات وطريقه العمل لانها هتكون حلقه مهمه جدا. تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عندكم اي سؤال سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. طبعا الكرش ده او دهون البطن دي مشكلة كبيرة جدا، ليها اسباب كتير زي مثلا زيادة الوزن، برضو ممكن تكون بسبب الضغوط والاسترس او بسبب قلة التمارين لو الواحد مش بيعمل تمارين او بيتدرب، وممكن تكون بسبب تغيرات هرمونية ومع التقدم طبعا في العمر. المشكلة دي المشكلة مش بس انها يعني شكل البطن بيبقى وحش فيها، لا ده هي كمان ممكن تشير لامراض تانية زي مرض السكر من النوع التاني وكمان امراض القلب. طبعا قبل ما اقول لكم على الوصفه، مهم جدا انه اول حاجه تكون عاداتنا الغذائيه كويسه، يعني نعتمد الاكل الصحي ونحاول نبعد قدر الامكان عن اي سكريات او اي دهون عاليه، نحاول نقلل منها طبعا والفاست فود. تاني حاجه الرياضه، او لو مش قادر تعمل رياضه ممكن بس حتى حركه او تمشي ربع ساعه او نص ساعه في اليوم. الحاجتين دول هيساعدوني جدا مع الوصفه اللي انا هقول لكم عليها. طيب بقى نيجي لمكونات الوصفه، وزي ما بقول لكم ان الوصفه دي بسيطة جدا وسهلة جدا وطريقة عملها حتى مش متعبة. اول حاجة هنروح عند العطار مثلا ونجيب الجنزبيل الخام او الزنجبيل او الجينجر، اي حاجة في الحاجات دي هتشتروها. طبعا الجنزبيل زي ما انتوا عارفين هو بيبقى ليه الشكل اللي ظهر قدامكم على الشاشة. انا محتاجة منه 5 سنتي او قد عقلتين بالظبط من الصباع. اول حاجة هقطع الحتة اللي انا محتاجاها واغسلها كويس واقشرها، وده يبقى اول مكون معايا في وصفة النهاردة. تاني حاجة هحتاج ليمونة عشان انا هاخد العصير بتاعها. تالت حاجة ملعقة صغيرة من عسل النحل، ورابع حاجة 4 كوبايات من المية. يبقى هي دي الحاجات اللي انا هحتاجها في وصفة النهاردة. اول حاجة الجنزبيل، تاني حاجة ليمونة هاخد العصير بتاعها، تالت حاجة ملعقة صغيرة من عسل النحل، رابع حاجة 4 كوبايات من المية. طيب قبل ما اقول لكم بقى الطريقة اللي انا هعملها او ازاي هعمل المشروب، خليني اقول لكم انه الاساس في الوصفة دي هو الجنزبيل، لانه الجنزبيل ليه فوائد مهمة جدا. اول حاجة ان هو بيحسن جدا من الهضم، تاني حاجة ان هو بيرفع وبيعلي مستوى الحرق بشكل كبير، رابع حاجة كمان ان هو من الحاجات الرائعة اللي بتسد الشهية، علشان الناس اللي بتشتكي من انها طول الوقت شهيتها مفتوحة فالجنزبيل بيسد الشهية بشكل كبير جدا. رابع حاجة ان هو كمان بيحسسك بالشبع، يعني حتى لو انت كلت قليل او مثلا كلت اقل من اللي انت بتاكله الجنزبيل بيساعد جدا في الاحساس بالشبع. رابع حاجة ان هو الناس اللي بتنزل تلعب في الجيم بيديها طاقة، يعني الجنزبيل يعتبر زي القهوة فانه بيدي طاقة ممتازة، وكمان بيساعد على شفاء العضلات بعد ما انت بتخلص تمرين. طيب نيجي بقى لطريقة عمل الوصفة، وهي طريقة بسيطة وسهلة جدا. اول حاجة هجيب 4 كوبايات من المية وهبدأ اغليهم على النار، يعني اسيبهم يغلوا كده من 3-4 دقايق، وبعدين اطفي المية واحط فيها قطعة الجنزبيل واغطيها بسرعة، واسيب قطعة الجنزبيل في المية المغلية لمدة 10 دقايق. بعد العشر دقايق هشيل الغطا واخد قطعة الجنزبيل خلاص، واعصر بقى عصير الليمونة واحط ملعقة عسل النحل الصغيرة وقلب، وكده يبقى المشروب جاهز جدا. طيب امتى بقى هنشرب المشروب ده؟ المشروب ده هنشرب كوباية الصبح قبل الفطار، وهنشرب بعدين كوباية بعد كل وجبة. لو استمرنا عليه زي ما قلنا مع اكل صحي، ولو حاولت حتى امشي، يعني مش بقول رياضة فظيعة بس حتى نحاول نمشي في خلال اسبوع، هتشوفوا نتيجة حلوة جدا وبالذات لدهون البطن، وبجد تعتبر طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا ومن اجمل الوصفات اللي ممكن نعملها، وسهلة ومش بتاخد اي وقت. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة واقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.